شدد مجلس الأمن الدولي على الأهمية الكبيرة لتطبيق طرفي الصراع اليمني لاتفاق ستوكهولم، كما رحب بالتقدم الذي أحرزته الأطراف في اجتماع لجنة إعادة الانتشار في الأيام الماضية. هذا ولا يزال التعثر سيد الموقف فيما يخص خطة إعادة الانتشار المعلن عنها أمميا. خليل القاهري والتفاصيل من صنعاء. لا شيء تغير على الأرض في الحديدة منذ الإعلان الأممي عن اتفاق طرفي الصراع على خطة إعادة الانتشار في الحديدة قبل أسبوع، فلا الخطة وجدت سبيلا للتنفيذ واقعيا، ولا الجانب الأممي أوضح طبيعة التعقيدات التي تحول دون التطبيق. الجديد القديم ذاته يتكرر لدى كل اتفاق، وهو كيل الاتهامات من جانب الأطراف اليمنية لبعضها بتعمد إفشال ما يتفق عليه، كما هو الحال مع الوضع في الحديدة الآن. فالحوثيون يعتبرون أن الجانب الحكومي ومن ورائه التحالف الداعم له يسعى جاهدا لوضع العراقيل أمام الاتفاق، بينما الجانب الحكومي يقول إنه يخشى من تكرار ما يسميه بالمسرحيات الهزلية، ويطالب بتوقيع متزامن على كافة مراحل ملف الحديدة وتسليم الموانئ لسلطة ما قبل وجود الحوثيين في المدينة. كأن شيئا لم يكن حتى الآن. إذن مشهد أفرز حالة من الإحباط لدى اليمنيين، وصولا إلى حالة عدم الاكتراث بما تشهده دهاليز السياسة. بدأت الأوضاع السياسية من 2014، اهتمت الناس تقريبا لمدة عام، عام ونصف لا أكثر، نتيجة للفشل اللي حاصل في الحوارات السياسية بين الأطراف السياسية والنزاعات حول هذه المواضيع. يعني اهتمت الناس، بحثت الناس عن فرص عمل وعن أشياء تلهيهم كثير عن السياسة، لأن السياسيين الآن والأوضاع التي تدور لا تهم كثيرنا المواطن، وأصبحنا نعيش في عزلة تماما عن الأوضاع السياسية والحوارات التي تدور في الخارج أو في الداخل. على الأرض، وتيرة القصف المدفعي زادت بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، حيث تشهد أحياء السوق الحلقة وشارع صنعاء والسبعة يوليو ومحيط مستشفى الكويت ومطار الحديدة قصفا مكثفا بمختلف الأسلحة، بينما عاد التوتر والقصف في الريف الجنوبي للحديدة وتحديدا في مناطق شمال وغرب مديرية حيس. خليل القاهري، التلفزيون العربي.